انا جيت. هنعمل اول وصفه بقى دلوقتي مع بعض، وصفه كده لذيذه جدا. معانا شرايح من البفتيك، بدل ما نعملهم متحمرين بالدقيق والبيض والبقسماط الطريقه التقليديه للبفتيك، لا هنعملهم بطريقه لذ بكتير، وهنعمل صوص هتبقى حلوه جدا جدا ان شاء الله تعجبكم وتجربوها. بصوا انا معايا شرايح من البفتيك. البفتيك عاده بيبقى من وش الفخده الكندوز، لحمه كندوز، تمام، من الوش الفخده كندوز، ده يعني مش ضاني، يعني اللي هي العجل يعني، تمام. بناخد من وش الفخده حته اللحمه، بتبقى طريه وناعمه وما فيهاش دهون كتير، بناخد منها شرايح البفتيك. وطبعا الجزار بيبقى عارف، انت تقدري بقى ايه تقولي للجزار انا عايزه ايه البفتيك عادي زي ما بنجيبه. وهنحتاج بقى نتبله تتبيله ظريفه، ملح وفلفل، بصل باودر، توم باودر، هنحط كمان ممكن لو عايزه تحطي اي توابل تانية مثلا 7 بهارات، رشه من جوزة الطيب، كل ده هيبقى ظريف، لكن انا هحط بس ايه ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر. هنحتاج بقى فلفل الوان متقطع شرايح، شرايح رفيعه خالص كده وطويله، عشان هوريكم ازاي هحطها والفها جوه البفتيك. ممكن كمان بصل، شرايح من البصل الاحمر، نفس الحكايه. كم فص كده من الثوم متقطع شرايح او مفروم زي ما انتم عايزين. هنحتاج معلقه سمنه. معانا برضو صوص المشروم بقى اللي احنا هنعمله مع اللحمه الرول الظريف ده. هنحتاج زيت، هنحتاج مثلا معانا بصل مفروم متقطع حتت صغيره، طبق من المشروم، معانا كوبايتين من كريمه الطبخ، ملح وفلفل، رشه من جوزة الطيب، هنستخدم 3 معالق كبار من الخل البلسميك، وكمان ممكن نستخدم صويا صوص او الويرشستر شاير صوص. دي صوصات كلها بتبقى ظريفه مع الاكله، لو متوفر عندك اي واحد فيهم هيبقى زي الفل. الويرشستر شاير صوص او صويا صوص او الخل البلسميك، مع ان هو يعني الخل البلسميك ابعد ما يكون عنهم هم اكتر، بس الحاجات دي بتدي طعم كده للصوص، بيبقى ظريف، مش نفس الصوص العادي بتاع المشروم اللي احنا بنجربه، لا. فانا معايا منهم النهارده صوصين، معايا الورشستر شاير صوص ومعايا الخل البلسميك، تمام. الخل البلسميك اساسي في الوصفه، لكن ممكن نستخدم صويا صوص بدل الورشستر شاير صوص، او نشيلهم هما الاثنين، مفيش مشكله. فالصوصات دي بتبقى ظريفه جدا، هي بتبقى كده بتتباع في السوبر ماركت، تجيبها بنحطها في ظرفه المطبخ، بتبقى ظريفه بقى مع اللحوم. صوص مثلا برضو بتدخل في صوصات للمكرونه، برضو يكون معاها لحوم، لحمه مشويه، سلطات، فيعني لو انتوا غاويين شويه صوصات كده يبقى الحاجات دي بتبقى ظريفه نحطها في ظرفه المطبخ، بتنفع في التتبيلات وفي السلطات. لكن لو مش متوفر مفيش مشكله، ما الوصفه هتبقى خطيره برضو وماشي حالها وزي الفل، تمام. بس كده انا هشيل بس الطاسه بعيد كده شويه عشان سخنت، ويلا بينا نتبل البفتيك. بصوا شرائح البفتيك الظريفه دي اهي، احنا ممكن ندقدقها كده شويه، ادي واحده وادي التانيه، عايزينها كده ايه ندقدقها على خفيف. انا معايا هنا المدق اهو، الدقدقه دي بتفتح الانسجه بتاعه اللحمه، بتخليها كده متظبطه وتلف معانا بسهوله وتستوي. مين بيخبط؟ ادخل. انا دايما بعمل كده في البيت، يعني بحب اهزر مع في حاجة يا أستاذة سمر؟ في حاجة؟ أزعجتك ولا حاجة؟ اللي ما عندوش المدق ده يعمل إيه؟ ده سؤال. والله أنا طول عمري ما كانش عندي المدق ده، ولغاية دلوقتي الحمد لله المدق ده عندي في البرنامج، بس بتصرف عندي بقى في البيت. مثلا عصارة الليمون دي برضو بتبقى بنفس الخامة، بقعد أدقدق فيها بتبقى ظريفة. ممكن كوباية مثلا برضو، يعني ستات البيوت هتتصرف، ايد الهون مثلا، اي ست بيت هتقعد تتفرج كده على الادوات اللي عندها وهتطلع حل. بس كده ماشي. احنا كنا عايزين نعمل واحده كمان، استنوا تعالوا انتوا هنا كده جنب بعض، ممكن نعمل واحده كمان. نأسف على الإزعاج. كان زمان الناس بقى
اجدادنا اللي كانوا بيدقوا الكفته بقى بالليل بقى بالذات عشان الصبح يعملوا كفته، كانت حاجه بقى تجيب صرع بالليل. بس خلاص كده، خلاص احنا كده معانا 3 شرايح ظراف جدا من البفتيك، دقدقناهم عشان يبقوا الانسجه بتاعتهم مفتحه كده ورايقين وزي الفل. هنعمل ايه؟ هنحط لهم ملح وفلفل، وهنحط بصل باودر وتوم باودر زي ما اتفقنا قبل كده، هتبقى بقى ايه متظبطه. طبعا في ناس كتير جدا بتبقى قلقانه من فكره ان احنا هنلفها رول وهتفك وهي واحنا بنسويها وبتاع، ولا هتفك ولا اي حاجه، هتشوفوا دلوقتي ان شاء الله ان شاء الله مش هتفك. يا رب يعني ان شاء الله. بص ملح اهو كده، فلفل، بصل باودر، توم باودر. عارفين انتوا الحركات اللي هي بتاعت لما تبقي عامله حاجه 100 مره وعارفه النتيجه بتاعتها وتمام، يعني مفيش مشكله خالص، وتعلمي حد بقى مثلا، او انا مثلا ابقى معايا بنتي اقول لها تعالي بقى لما اقول لك البتاع ده بيتعمل ازاي واقعد اشرح لها، ومتاكده بقى تقوم تفك بقى. يقوم الرول يفك، احس يعني ازاي الكلام ده، ايه الكثفه دي. ان شاء الله ان شاء الله مش هيفك. حطيت بصل باودر وتوم باودر تمام، ونحطهم بقى كده ايه نلخبطهم على بعض علشان ايه ياخدوا التتبيله كده من بعض. نرجع نفردهم بقى تاني ونجيب الخضار، هوريكم بقى دلوقتي اهو كده، فلفل رومي احمر اخضر اصفر كده اهو، بصل، شويه الخضار الظريف ده حطيناهم كده، هناخدها بقى كده ايه ونلفها كده لفة. خد اللفة دي بس كده، نجيب سكينة علشان الرول ده طويل اهو، ممكن كده ايه نقطعه كده اهو، ممكن الحرف ده اديله كده دقة عشان ايه ينعم اكتر، واقوم ايه لفها كده. بصوا ولا هتفك ولا اي حاجه، ادي اول واحده. هنا الجزء ده برضو هديله خبطه كده عشان لما قطعتها بالسكينه دي مش متبططه كده، فانا عايزاها تبقى متبططه. نفس الحكايه، شرايح فلفل احمر اصفر اخضر بصل بالشكل ده كده، واخد الرول الفه كده ويبقى ماسك نفسه بالشكل ده، وهكذا وهكذا. هنفضل نعمل كده في كل ايه اللحمه اللي عندنا اهو، فناكل البفتيك بطريقه بقى ظريفه مختلفه، ولا فيها بقى تحمير ولا بتاع اهو. زي ما قلت لكم لما بتبقى ايه البفتيكيه كده ايه طويله، بيبقى ايه يفضل ان احنا نقسمها. ونلفها وبنروح بقى لطاسة سخنة على النار يكون فيها حتة سمنة مثلا اهو. انا كده خلصت 4 قطع من البفتيك، اكمل ولا الوقت ايه؟ الوقت خلاص. انا هعمل، انا كنت هعمل لكم الغدا يعني، خلاص ماشي مدام الوقت قفز 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 اسمه ايه الوقت ايه. والله العظيم الله يسامحكم الوقت. الوقت ايه يا استاذه سمر؟ ازف ازف الوقت ازف.
امال ايه القذف دي؟ يلا معلش. حته سمنه، حته سمنه، يلا يا سمنه اهو. يا جماعه انا بحب السمنه قوي، بحس كده انها يعني عندها شخصيه فظيعه، بتشقلب الدنيا. معلقتين زيت اهو، كده وننزل بالرولات البفتيك اللذيذ ده. المكان اللي ملفوفه منه هو ده اللي هخليه الاول كده. عايزاها تلون كده وتاخد لون ظريف وتستوي، ولسه هتكمل تسويه بقى لما نعمل لها الصوص. لو لقيتيها كده فكت امسكيها كويس اهو، هي هتبقى بتاخد لون على وضعها وشكلها ده، فما تقلقيش. ولا محتاجين نحط خلة سنان، ولا محتاجين نربطها مش عارفه بربطة اللي هو بتاع اللحمه ده، ولا اي حاجه خالص. انا عايزه اتاكد انها اخدت لون حلو من جميع الجهات. كده وعايزه اجيب طبق، تعالى يا طبق. كده اول ما بتاخد لون بشيلها علشان اكمل لها الصوص، وبعدين نرجع اللحمه تاني جوه ايه، جوه الصوص. هنبص بقى دي مثلا فتحت خالص، اهو. لا فاصل ايه، لسه في صوص، استنوا عليا بقى. هنزل مكان تحمير اللحمه بالبصل، ممكن نحط حته سمنه كمان كده. عايزه كده ايه، اشم ريحه البصل، ومعايا كمان ثوم، شرايح من الثوم. واشم برضو ريحه الثوم، وننزل بالمشروم. كل اللذاذه دي مكان تحمير اللحمه. نديها بقى رشه ملح وفلفل، ملح وفلفل. كده اول ما بتشمي ريحه الثوم والبصل انزلي بالمشروم على طول، ريحة خطيرة. معانا بقى الخل البلسامك والورشستر شاير صوص اللي انا قلت لكم عليه، هننزل بيهم. اهو يا سلام، ريحة خطيرة. معانا بقى كريمة، كريمة طبخ، ننزلها كده. لو احتاجنا شوية شوربة مثلا، عايزة تحط شوية شوربة اوكي، عايزة تحط شوية مية مفيش مشكلة، المتوفر عندك هيبقى زي الفل اهو. ونرجع بقى ايه، رول اللحمة
في الصوص وبنغطيه وبنسيبه بقى كده ايه الرول ده يتقلب مع الصوص اللذيذ ده شويه اكتر لغايه ما نلاقي اللحمه استوت وبقت معانا كده ايه مستويه وظريفه جدا. هي خلاص ما دام اتحمرت وهي ملفوفه كده بصوا مش هيحصل لها اي حاجه، هتفضل محافظه على شكلها. عايزين نغطي الطاسه الظريفه دي ونسيبها مثلا على نار هاديه، ممكن نزود لها شويه ميه سخنه شويه شوربه علشان ما تنقصش قوي، وهتلاقوا اللحمه في خلال ربع ساعه يكون الكلام ده كله خلص او 10 دقائق كمان. حبه رز بقى جنبها والصوص ده بيتحط على اللحمه وتاكلوها خطيره. وصفه طعمها حلو جدا جدا بدل ما نحمر البفتيك.